وصلنا لمحطة يمكن كثير من الناس بتهتم للنور، نحن كل سنة بنحكي عليها، بنحاول نعطي نفس النصائح، بنسمع من العالم برا انه في ناس استفادوا وفي ناس للأسف لهلا ما عم تقدر تحل معضلة الوقت. اكيد سلمى، تنظيم الوقت، تنظيم الدراسة هي كتير أسس أساسية فعليا، خصوصا عند الشهادات. إن كنا عم نحكي تاسع أو بكالوريا، امبارح كنا عم نحكي بالحلقة السابقة عن الضغوطات النفسية اللي بيتعرض إلى الطالب، لكن مع تنظيم الوقت اليوم عم نحكي وقديش فعليا أنا بقدر اكتسب من هيدا الوقت خبرة وفيني استثمره بشكل صحيح لحتى فعليا لما يجي الامتحان ما يكون في عندي ضغط نفسي كتير كبير، لا إلي كطالب ولا لأهلي. لحكي عن هيدا الموضوع أكثر معنا ضيفتنا أستاذة في علم النفس الدكتورة رولا صيداوي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير، يسعد اوقاتك دكتورة رولا. خلينا نبلش مع حضرتك، دائما بنحكي عن الوقت الوقت الوقت، انا كيف بدي استثمر الوقت؟ في طلاب بحسوا انه عندهم وقت طويل ما بيعرفوا كيف بدهم يقسموا الدراسة، في طلاب بالعكس بحسوا انه هم ملحوقين بيضل عندهم هاي حالة الخوف والهلع، فما بيقدروا اساسا يستفيدوا من الوقت. بداية نحن بنقول انه الوقت تنظيم الوقت بيبدا من الأسرة، بيطلع مرحلة تانية للمدرسة بيعلموه كيف ينظموا الوقت، يعني حتى الطفل اللي عمره سنتين ثلاثة بتحدد له الأم، وخاصة الأم وقتها أكثر مع الطفل، إنه هالوقت نحن عنا بدنا نفطر، هالوقت بدنا مثلا نلعب، هالوقت بدنا نرتب ألعابنا، هالوقت بدنا بدك تيجي تساعدي. طبعا هو مو هالمساعدة، لكن عملية إنه ينظم وقته بصير هو يوميا صار عنده تكرار العادة. إذا بدك تعلمي شخص أو طفل سلوك بدك تكررين إياها بيعرف، بصير بمرحلة المدرسة بيختلف التنظيم شوي لأنه صار في واجبات، صار في أمور يعني إضافية. فنحن بنبدأ من الأسرة والأم أكثر، نحن بنحط العبء خلينا نقول، لأنه هي وقتها أكثر، حتى أيام الامتحانات الأب الله يعطي العافية بيعمله، فبدأ تكون منظمت له وقت وقت يكون صغير. تنظيم الوقت ما بدنا نغفل عن احتياجاته النفسية، ما بدنا نغفل عن وقت استراحته، ما بدنا نغفل عن وقت هو اللي يعطيه تعزيز نفسي، بده مثلا الرياضة، بده هو مسجل بسباحة، مسجل هواية، بده يروح هالفترة مع مثلا عنده صديق، بده يتواصل مع حدا، مو معناتها في امتحانات معناتها نلغي كل شيء، لأنه نحن عم نرمم شيء إنه لغينا الأمور اللي برأي الأهل تضيع للوقت، لكن بالمقابل احنا عملنا له ضغط نفسي. هذا الشيء بيفرغ الطاقة السلبية اللي عنده. أكيد، ويمكن إذا بدنا نحكي علميا وكل الدراسات أشارت إنه هي الساعات المتواصلة للدراسة مش صحيحة أساسا، يعني تماماً. بدك بين الساعة والساعة ونص بحكم للتركيز لحتى الدماغ يخزن هاي المعلومات وفعليا يقدر يستفاد منها الطالب. خلينا نحكي تنظيم الوقت اليوم للشهادات، يعني نحن عباب الامتحانات عم نحكي عن طلاب التاسع والبكالوريا اليوم، نعرف قديش بيتعرضوا لضغوطات نفسية كبيرة من قبل الأهل، فهي رسالة يمكن بنوجهها للأهل إنه الطالب مو إذا درس 10 ساعات متواصلة فعلياً أنا أفضل. عم استثمر وقته كتير منيح بالدراسة، لا، طريقة تنظيم الوقت وتقسيم الوقت أنا فعلياً وتنظيم نومي بيأثر بطريقة إيجابية حتى كيف فيني يكون مستعد للامتحان. صحيح، بالنسبة للشهادات نتمنى لهم التوفيق أكيد. إن شاء الله يعني كلهم بيكونوا بيجيبوا النتائج اللي هن اللي بيرجوها. في نقطة مهمة إنه هي بتختلف قدرات الطلاب، يعني مثال أنا كمثلا معلمة عندي عدة طلاب، كل طالب يختلف على الطالب الثاني، يعني ممكن طالب يقعد 3 ساعات أو 4 ساعات هو بيقدر يستمر فيهم 4 ساعات متواصلة ما يشعر بملل أو تعب، لكن في طلاب ثانية لا، ساعة واحدة بتلاقي شعر بضغط. فهون احنا بدنا نعود الطلاب انه يقعدوا، نعود الطلاب انه فعلا خلينا نقول يثبتوا على الدراسة، لكن مو بالضغط. يعني أنا ما فيني المقارنة ممنوعة لأنه هي هدامة، ما فيني قارنه أنه شوف فلان، شوف قرايبك هذا أحد 6 ساعات متواصلة وأنت ما عاد غير 2 ساعة، هو قدراته 2 ساعة. الشيء المهم كتير واللي بأكد عليه دوما أنه ما بيصير إحنا نقارن، ما بدي اضغط على سواء ابني او انا كطلاب بالمدرسه انه بدك تجيب الفرع او العلامات فوق مثلا هذا المجموع، لانه هذا بشكل له عبء. هو قدراته يجيب هيك، قدراته يجيب مثلا هالفرع الجامعه، ما بصير انا اضغط عليه، بنطمح للافضل لكن ما بصير اضغط عليه، لانه بالاول والاخير هو انسان وله مشاعر وله احاسيس، هذا الضغط عم سبب له ضغط قد في كثير طلاب وشفنا نحن وفعلا يعني الله يوقف معهم انه بوقت الامتحان خاصه الشهاده الثانويه بصير معهم احيانا انهيار، بصير معهم بيفقدوا اعصابهم لانه الاسئله صعبه وفي ضغط كثير عليهم.
طيب يعني نحن عم نحكي اليوم عن أهمية تنظيم الوقت، كتير أوقات بيخطر ببالنا البرامج اللي الناس تسمع فيها على الانترنت، وهلا الحمد لله وسائل التواصل الاجتماعي صارت كلياتها منظرين، يعني ايمت ما فتحنا الفيسبوك فتحنا الانستغرام بنلاقي كل واحد عامل وصفه للثاني انه كيف يعيش حياته بشكل مناسب، فبيبلشوا يعطونا خطوات. مدى قدره الانسان فعلا على انه هو يلتزم بهي الخطوات؟ واعطينا، خلينا ما رح نقول اعطينا خطوات منطقيه، اعطينا طريقه عمليه للامهات اليوم، لانه هي الام اللي بدها تساعد الطفل بحياته، هو مهما كان عمره ما رح يقدر بالبدايه انه فعلا يقدر يحط جدول لنفسه. صحيح. بالنسبه نحن ما فينا نفرض على انه شو هي الخطوات او البرنامج الصحيح، لانه كل انسان حتى اللي عم ظروفه ولوقته والبيئه اللي عايش فيها تختلف عن بيئه وظرفه، وظرفه الصحي وظرفه النفسي وظرفه الاقتصادي، بيشتغلوا بيدرسوا حتى هذا كله بيلعب دور. فانا هون شو بعمل مثلا انا كأم لما بدي احط خطوات حسب وضع، انا ما بدي قارن والله فلان هيك درس وهيك حاطط برنامج، انا ابني قدراته يقعد ساعتين، اكثر من ساعتين ما بيقدر، الصبح حطيت له برنامج ففطر كذا الى اخره، هالساعتين بعدين في استراحه، هلا الاستراحه ممكن حدد له اياها، بكون واضعت له لكل ماده قديش بدها، بس بشرط اساله هو شو اللي بيناسبه، بيقول لي مثلا انا فيني دخلي لي مثال الكيمياء مع مثلا ماده ادبيه، هدول فيني ادرسهم مع بعض كشهادات عم نحكي نحن، او دخلي لي بس الرياضيات بدي اقعد 3 ساعات، اكيد بدها 7 ساعتين او 3 ساعات متواصل. في طلاب بتقول لك لا حطي لي 5 ساعات، فانا حسب قدرات ابني. كمان انا ابني في بعض الطلاب ما عندهم هالقدره الكبيره انه يقعدوا 6-7 ساعات متواصله، او ممكن انا احط له برنامج يفوت لاقي نايم ابني، طيب انا هون انا سببت عبء عليه وعبء علي انا، وهون سببت له ما عاد لحق، فانا هون حسب ابني ساعتين. وفي متابعه في كل فتره وفتره اذا كانت الام موجوده. هلا هي نقطه كثير مهمه انه الطالب بده يعتمد على نفسه، يعني قد ما كانت الام 100% وقتها مع اولادها، اذا ما اعتمد كمان هو حمل المسؤوليه، يعني وكان رغبان بالقاح، حكينا عن مسؤوليه. صحيح. المسؤوليه اللي بتحملها الفرد غير انه بس الام والاب انه مسؤولين كل شيء، لازم وبدينا ببدايه اللقاء ان المسؤوليه هو ينعلم الطفل كيف يحمل هاي المسؤوليه. للاسف صحيح. يعني البعض الامهات ما بتعلم انه يحمل مسؤوليه، كل شيء على عاتقه، يعني حتى اذا مثلا كاسه الشاي بده يقيمها لا انا بقول لك يا لا معلش يحمل مسؤوليه، هذا بيساعده حتى بالدراسه بيساعده. فهون انا بدي احط البرنامج كخطوات، ارتب له برنامج نظم له اياها حسب هو وضعنا وحسب كوضعه الصحي ووضع قدراته اللي بيقدر عليها، ومتابعه ولاش مانع من التعزيز، عزز له يعني جيب له مكافاه، جيب له شيء كمان ضروري، ممكن انا اخذه اطلع انا وياه لحديقه، يعني مو معناتها اذا طلعنا معناتها رح يخرب كل برنامج الدراسي. اكيد صحيح. صحيح اكيد. طيب خلينا نحكي، يعني ذكرتي نقطة كثير عديده مهمه بطريقه التعاطي مع الطالب، خصوصا الشهادات وتنظيم الوقت وقديش فعليا تحمل المسؤوليه للطالب، بس احيانا الاهل بيكون هن يعني معتبرين انه هن المسؤولين بشكل كلي، حتى مباشر على تنظيم الوقت، حتى انا طريقه المواد، انا بقول لك شو المواد اللي لازم تحفظها اليوم، ادنى بقول لك قديش الساعات، شو هي المواد اللي بدي ادمجها، بعيدا عن قدرات الطالب، لانه نحن بنعرف في فروق فرديه تختلف من شخص لاخر، هي قديش بتاثر اليوم على شخصيته، قديش بتاثر حتى على نتيجته بالامتحان. يعني بنشوف في ضغوطات كبيره اليوم تقع على عاتق الطالب، احيانا بتحسي البيت والأهل بيتحول فعليا، والاهل يعني هن كمان بيحملوا حالهم زياده، بتحسي هي الضغوطات مثل معسكر صغير. كثير مهم اليوم قديش نعرف طريقه التعامل مع الطالب بدراسته وتنظيم وقته، يعني هي النقاط بتاثر. صحيح. ممكن بدل ما انا فعليا حسن جوده الدراسه، لا بيكون لها اثر كثير سلبي. صحيح. هلا في نقطه مهمه، انه انا لما ابني بده يفوت شهاده ثانويه على فرض، انا بدي اعزز له من وقت ما يكون، حتى وقت يكون صغير، مو بس بالشهاده، انه انت بدك تفوت هذا الفرع اللي انت بترغبه واللي انت فعلا بتنتج فيه وبتشعر نفسك انه انت، واللي بده يجيب لك كمان وارد، مو بس انه فرع انا بحبه وهو يعني الحياه الاقتصاديه صعبه وحياتنا المعيشيه بشكل عام هي بجميع العالم صعبه، فانا بدي اعزز له من صغره انه انا بدي فوت هذا المجال، انا بعزز له اذا في شيء مهارات، في شيء بدي يعزز له قدراته، بعزز له اياها ليفوت هذا الفرع اللي بيحبه،
ما اضغط عليه، ما حمله انه انا المقارنه، هذا بيساعده كثير، لا ضغط لا مقارنه، وبساعده مع تنظيم الوقت، وايضا ما حمل حالي العبء الكبير. يعني انا بلاحظ كثير بيجيني حالات الام صار انهيار لانه ابنها ما جاب المجموع اللي هي بدها، اللي هي بدها اياه. صحيح، هي النقطه اللي عم نحكي، وكل ام واب بيتعبوا الله يعطيهم العافيه، وانا ام وعندي اولاد، بس كمان اذا ابني ما جاب المجموع بدمر نفسي وبدمر اولادي كمان، لانه ابني بدي يجيب هذا الفرع اللي هو اصلا ما بده اياه، اللي هو ما بيرغبه. مهما كان كل المجالات هي الفنيه والعلميه والمهنيه الى مكان كبير، بس لبعض من المجتمع يهتم بالفرع اللي هو بيرغبه. أكيد. يعني معلومات دائما قيمه منك دكتوره، بنتمنى الكل يكون استفاد منها. شكرا لوجودك معنا ويسعد صباحك. شكرا لكم وموفقين ان شاء الله، ولكل طلابه موفقين. امين.